السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جامع الأمير حسن بمركز أخميم بمحافظة سوهاج. الوصول للمكان اللي احنا فيه سهل جدا، تركب اي حاجة من السيدة عشان وتيجي لهنا عشان نتكلم مع بعض عن تاريخ وعمارة الجامع الأثري الجميل بتاعنا اللي احنا واقفين قدام مدخل من مداخله المحورية. جامع له ثلاث مداخل محورية، في المدخل ده على محور المحراب مباشرة اهو، والمدخلين اللي في الجنب دول ده مدخل والتاني ده اللي يودي على الميضاءة وعلى الضريح بتاع المنشئ المدفن بتاعه. احنا تحت المأذنة بتاعته اللي مبنية على شكل طراز المأذن المملوكية، بس فيها ايه لمسة بقى من الصعيد، طراز المحلي بتاع الصعيد. هنا نبص على المدخل، يا الله لا اله الا الله محمد رسول الله. تحت هنا بقى العتب الجرانيت الوردي الجميل ده، حتى لو ما عليهوش كتابات بس اكيد احنا متاكدين ان هو جاي من معبد مصر قديم، لان اخميم فيها كل الحضارات اللي سابقه عن الاسلام. احنا عندنا المعبد بتاع ميريت امون ده اللي هو مشهور بالعروسه، المعبد ده بيقولوا ان كانت مساحته اكبر من مساحه معبد الكرنك. دخلنا بالله في وشنا دكه المبلغ اللي بيطلع عليها المبلغ عشان يردد الصوت ورا الامام. الإمام بيصلي في المحراب قدامنا، وهنا المبلغ بيصلي فوق. بنسمعها لغاية النهاردة في الصلاة، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، مع إن هي إحنا مش محتاجينها لأن خلاص بقى عندنا مكبرات صوت، بس هو تقليد بقى متوارث وموجود من صدر الإسلام ومن العصور الوسطى وما زلنا بنستخدمه لغاية النهاردة. الجميل بقى في الجامع واللي نادر فيه، مش موجودة إلا في جامع زيه اللي هو في أسيوط، جامع المجاهدين كنت صورته لكم، وفي جامع تاني في جرجة. الأعمدة الخشبية دي، إن كل الأعمدة خشب، مع إن إحنا بنقول إيه يعني إحنا في الصعيد بنلاقي الأعمدة. ولما نروح القاهرة بقى، الجوامع اللي اتبنت عندنا في القاهرة هم بيبعتوا يجيبوا أعمدة رخام وجرانيت من هنا من الصعيد، وهو أصلا في قلب بيئة فيها المواد الخام اللي هو محتاجها. يعني هو عنده رخام وجرانيت وعنده حجر يقدر يجيب من اي معبد جنبه قريب جدا وينقلهم عن طريق النيل وخلاص، لكن ما استخدمش الحاجات دي اللي هي موجوده في بيئته. الاغرب بقى ان هو استخدم حاجات مش موجوده في مصر اصلا، يعني الخشب ده كله مستورد، وده بيدل على الثراء اللي الراجل فيه. اهو عندناش خشب في مصر لا بالحجم ده ولا النوع ده، حتى الطول كمان. يعني لو العمود ده رخام هيبقى اخره هنا في الحته دي هنا كده، وبعدين يتعمل قرش كده عقد ويشيل بقى السقف، يبقى العقد من هنا لهنا، يجي باستداره كده نص دايره. لكن هي الاعمده طويله اهو شايله السقف. هوري لكم لقطه من هنا مثلا، شوفوا شكل الاعمده كلها مع بعضها، شكل الجامع. بصوا المنظر ده، وده المنبر الاصلي. حتى دكة المبلغ لو بصت لها، بنبص لها من هنا اهو. طيب الاستاذ سامح مسؤول الوعي الاثري في محافظة سوهاج كلمته، ويعني قاعد يتكلم معاه حوالي نص ساعة واداني معلومات جميله جدا وقيمه، وكنا بنراجع مع بعض كده قبل ما اصور لحضراتكم، فقال لي انزل تحت دكه المبلغ وبص. شايفين الراجل مزخرف من جوه، الفنان هو هنا الجمال من اجل الجمال، حتى لو محدش هيشوف الكلام ده، محدش بيشوفه، ما محدش بيصلي تحت دكه المبلغ والكلام ده مش باين للناس اصلا. شكل المقرنصات دي. طيب مين بقى الأمير حسن؟ الأمير حسن ابن محمد هو من أمراء القرن الـ18. الراجل ده كان بيشتغل كاشف. كاشف اللي هي وظيفة جامع الضرائب. جامع الضرائب بيقولوا عليه كاشف. كانت الدولة العثمانية، بس غالبية الكشاف دول كانوا من المماليك. يعني احنا بنقول ان هو في القرن الـ18، بدايه القرن الـ18 الكشاف زي هم المسؤولين، شفتوا اللي هو مأمور الضرايب بتاع المكان بتاع الاسم او بتاع الدائره اللي هو فيها، هو ده
كلهم كانوا من المماليك، بس هو الراجل ده كان من قبيلة الهوارة، ووالده برضه هواري الأمير محمد، ووالده اللي بنى الجامع الناس اللي هنا في سوهاج تعرفه في أخميم، جامع جنبنا هنا اللي هو اسمه النهاردة جامع السوق، مش متبقي منه أثر غير المأذنة بتاعته بس. والأمير حسن اتقتل في معركة، اتقتل في إحدى المعارك. حتى نبص على النص التأسيسي هنا كده، بصوا، الأمجد الأمير حسن أهي ابن المرحوم الأمير محمد، كان الله له وكان الفراغ من هذا المسجد في غاية شهر ربيع أول سنة 1119 هجري، 1119 هجري اللي هو 1707 ميلادي. بصوا برضو على العتب المدخل ده، ومن هنا تبان المأذنة تاني، تبان كويس بقى، شايفين؟ شكل الهلال كمان هنا مختلف شوية. الجرانيت ده برضو أكيد قلنا مجلوب. الطراز بتاع الجامع اللي هو الطراز التقليدي الصح، واربع اروقه اكبرها رواق القبله، ده الصح اللي هو ارضيته بتبقى منخفضه دي اهو. هنا الصحن، بس الصحن هنا مش مكشوف، هو متغطي بقبه. بص شكل القبه عامل ازاي، يعني انا لفيت كل الجوامع بتاعه القاهره الاثريه والحديثه، ما عندناش الشكل ده. الصعيد متميز برضو، في هنا اختلاف. ورواق القبلة اللي فيه بقى المنبر والمحراب ودكة المبلغ، وفي نص برضو فوق المحراب، وهنا ده المنبر الأصلي، المحراب والعمودين اللي فيه، في نص فوقه بسم الله الرحمن الرحيم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تاريخ تاني بقى، عمل هذا المسجد المبارك الأمير حسن بن محمد. والنص اللي احنا قريناه هنا اللي فيه اسم الراجل والتاريخ هو بادئ من هنا، بسم الله الرحمن الرحيم امان الرسول بما انزل اليه من رب، بادئ من هنا باب القران. نبص هنا ونختم على الضريح ومكان الوضوء، شكل المأذنة من هنا، كادرات حلوه قوي. ده مكان الوضوء، برضو عتب زي ما قلنا نفس الموضوع، هو شبه يعني الثلاث مداخل شبه بعض جدا. ده بقى المدفن بتاعه بس للاسف مقفول، هو مات، هو ده القبر بتاعه، مات في سنه 1132 هجري، يعني بعد ما عمل الجامع بحوالي 13 سنه. نتمنى ان احنا نكون ضفنا لكم معلومه جديده، ما تنسوش تعملوا شير، نشوفكم ان شاء الله في أثر جديد من آثار الصعيد. رمضان كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.